خلينا نتكلم عن الأعراض اللي ممكن يعاني منها مريض تصلب شرايين الأطراف أو انسدادات في الشرايين. أول شيء بيتعرض له مثل هذا المريض هو الألم اللي بيحدث في العضلات مع المجهود، أي مجهود. في ناس بنحسبها بالمسافات، إذا العيان مشي مسافة معينة مثلا مش 500 متر يشعر بألم في الساقين أو في عضلة السمانة، أو يشعر بألم في الصدر. ده معناها إن ابتدى يحصل نقص تروية. لما بتقل المسافة اللي بيمشيها المريض ومع ظهور الأعراض، ده معناها إن المرض ابتدى يزيد. بيفضل المرض يتزايد، بالألم يتزايد كلما نقص المسافة اللي بيمشيها المريض، لحد ما بيوصل لمرحلة إنه ما يقدرش يوصل يمشي من سريره للحمام، يشعر بألم في الساقين. ده بمعنى إن في نقص شديد في التروية الدموية. بيوصل للمرحلة إنه ابتدى يجيله الألم وهو قاعد، ابتدت تظهر عليه علامات في الجلد من تغير في لون الجلد، أو ظهور ضعف في الأظافر، أو ظهور بعض بقع سوداء في القدم، أو ظهور بعض تقرحات. كل ده بنسميه قصور حرج في التروية الدموية. لابد من التوجه للمريض فورا واستشارة المريض فورا، استشارة الطبيب أقصد فورا، وإجراء اللازم.